او ايش بيمثل الريبل فاكتور؟ الباور الموجوده فيه الاي سي على الباور الموجوده فيه، بس احنا اخذنا الجذر فبدنا فيه مش هيك. فاحنا بنقول انه الريبل فاكتور بيساوي الباور الموجوده في الاي سي تحت الجذر والباور الموجوده في الدي سي تحت الجذر، مظبوط هيك؟ او هي نفسها في ار ام اس اي سي على في ار ام اس دي سي، مظبوط. بس احنا قلنا في ار ام اس في اي سي، كيف بقدر اطلعها؟ نقدر نطلع احنا في ار ام اس اي سي تربيع بتساوي في ار ام اس سيجنال، مظبوط، ناقص في ار ام اس دي سي. هلا تذكروا في ار ام اس دي سي تربيع. هلا في ار ام اس دي سي تذكروا دائما هاي الرسمه، هاي الدي سي مظبوط. اذا بحاله الدي سي لما يكون فعلا دي سي، الار ام اس والافرج هدول متساويين مش هيك؟ نفسهم. قديش كان عندي انا الار ام اس الافرج؟ مظبوط. فهذا محله هون بقدر احط في اس ديوتي سايكل تربيع مش هيك. نتطلع على في ار ام اس سيجنال. في ار ام اس سيجنال هاي هي كل السيجنال من هون مش هيك؟ يعني هاي اذا بدنا نضيف عليها هي في ار ام اس سيجنال، شو ساوت هون؟ في اس دي سي. فلما ربعها بتصير هاي في اس سكوير، بس هاي بتضلها دي سي. فصارت عندي هون في اس تربيع في دي سي، هذا هون تربيع وهذا هون تربيع، هذه هيك بتساوي في ار ام اس اي سي، وهاي هون بتصير تحت الجذر. ماشي مظبوط؟ الكل فاهم هاي من وين اجت؟ احنا عمالنا بنقول انه الار ام اس تبع الاي سي كومبوننت بيساوي التربيع الار ام اس تبع السيجنال ناقص الار ام اس تبع الدي سي من هون. اذا عوض هلا هدول هون، هذه راح تصير عندي هلا الريبل فاكتور بيساوي الجذر في اس سكوير، وفي اس سكوير مش بقدر اطلعهم برا، شو بصيروا؟ بصير عندي هون في اس، وجوا بصير عندي ديوتي سايكل ماينس ديوتي سايكل تربيع. هلا في ار ام اس دي سي مره ثانيه نرجع نقول، احنا قلنا البيور دي سي هو ليفل مش هيك؟ اذا الار ام اس له بيساوي الافرج، اذا الار ام اس تبعه شو بيساوي؟ في اس هو نفسه الافرج، فهذا بيساوي في اس ايش ده مضروب في دي سي من هون، مضبوط هيك؟ هلا عندي في اس بتشطب مع في اس، اذا بدنا نطلع دي سي هون هون ربع بصير عندي هاي دي سي على دي سي تربيع ناقص دي سي تربيع على دي سي تربيع. الكل فاهم ليش دخلناها وربعناها؟ لانها تحت الجذر صارت. هاي على هاي شو بتعطيني؟ واحد على الجذر، واحد على دي سي ناقص هاي شو بتصير؟ واحد. اذا الباور فاكت عند الريبل فاكتور بيساوي واحد على دي سي ماينس واحد. فاذا دي سي مثلا الديوتي سايكل هل ممكن تكون اكثر من واحد؟ دائما لازم تكون اقل من واحد. واحد على شيء اقل من واحد شو راح يعطيني؟ اكبر من واحد. ناقص واحد بعطيني الرقم. يعني مثلا نحسبها مثلا ل 0.5، واحد على 0.5 شو راح تعطيني؟ 2. 2 ناقص واحد 1. باخذها تحت واحد راح تعطيني الجذر. فمعناها كاني بقول الار ام اس للاي سي مساوي للار ام اس للدي سي بهذيك اللحظه، اوكي؟ والله ما تنسوا هذا، هذا هون اتس فيري جود، دائما تذكر هذا هون الشكل. في عندنا السيجنال نفسها، هي السيجنال لاحظ، تذكر السيجنال هاي لا هي اي سي ولا هي دي سي، لا هي اي سي ولا دي سي، لانها ما بتحقق ولا واحد